علاقه بال عشان مجلس الصحافه في الازمه بتاعت النقابه واقف معاها كليه. كليه مش واقف موقف موضوعي ولا موقف فين المؤسسات وفين الصحفيين ولا موقف حياتي، لا يعني ده واقف معاها وقال نؤيد النقابه في فعلتها وفي الاجراءات اللي هي اتخذتها في تقديري ضد الجماعه الصحفيه وضد الدوله المصريه. لو قول لنا خريطه الطريق فيما يتعلق بهذه الماده، احنا فين النهارده وهنوصل لفين نهايه الشهر؟ استاذ احمد احنا نمره واحد عشان يقول لك السرعه. انا تقدمت، انا نزلت عملت الماده، وقعت من زملائنا 324 نائب، خدتها مشيت بالطريق الطبيعي، قدمتها للامين العام للمجلس. امين العام زي ما بيعمل بالليل بيروح لرئيس المجلس ويقدم له كل المشروعات التي قدمت له في نفس اليوم. رئيس المجلس في اللائحه له الحق اما ان يعرضها على الجلسه العامه او يعرضها على اللجنه. نعم. عرضها على اللجنه، رحنا اللجنه كان يوم الاحد، يوم الثلاثاء اجتمعت اللجنه، ناقشت باستفاضه ودعت عدد من النواب الذين وقعوا وناقشنا وخدنا القرار 14 ضد 4. وبعدين انتظرنا قلنا ندخلها الجلسه، فتقال لا اركنوا دلوقتي لغايه ما عندناش وقت، لغايه ما نيجي في الانعقاد في الجلسه الثانيه اللي هي تبدا يوم 26 وهنحدد لكم بعد 26. يعني فين السرعه بدايه يا استاذ احمد؟ النهارده ليه 14 يوم متعطل من يوم ما خدت المشروع ده يعني لغايه ما هوصل 14 يوم متعطل، ولسه ما اعرفش امتى هينظر هذا القانون، فاين هي السرعه؟ اللي يقول لك السرعه، اللي يقول لك اصله فجاه، واللي يقول لك كذا، انتم يعني ده احنا بنشرع يا جماعه، اذا اعملنا سلطتنا يتقال لنا كذا، وفي نفس الوقت هل يعقل من المجلس عن الصحافه بكل ما فيه من قامات رفيعه وناس محترمه انك تيجي تقول برلمان بيطلع تشريعات غير دستوريه؟ ايش وراك؟ خد ادي النص اهو وريني اذا كان دستوري غير دستوري. عدم الدستوريه هو اللي انتوا عملتوه في قانون الاعلام وهتبان لكم. صلاح عيسى طلع امبارح ولا اول قال في حته معرفش فين كده، قال لك احنا عملنا مدينا رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الادارات القرار اللي طلعوه الفجر ده، واللي عنده اي مشكله يروح للقضاء. يعني حتى لو غلط احنا روح للقضاء، ايه المشكله؟ لو يدراه يعني. لو يدراه. لو يدراه. هذا شيء غريب جدا. يعني الحقيقه الواحد بيبص لمثل هذه الامور ويقول لهم يا جماعه تعالوا شوفوا البلد، احنا الان في وضع صعب. اللي يقرا الحيثيات الاوليه للحكم اللي اصدره القاضي الجليل محمد شريف فهمي نعم في قضيه التخابر نعم. وفي الوثائق المدققه وهو في كل احكامه الحقيقه يعني احكام ما بتخرش الميه حتى الحكم الذي نقض مؤخرا بتاع الجدع الارهابي بتاع سينا ده انما كان بسبب خطا من عندهم وليس من عنده. فهذا الحكم بحيثياته بالمناقشات اللي شفناها مع رجال الدولة المصرية الذين عاصروا زمن محمد مرسي يقول لنا ان البلد كانت مش كانت مختلقة، مختلقة من اعلى رأس وبتآمر مباشر مع قطر، قطر راح تطلع بيانات نعم. وتركيا اللي راح تطلع بيانات، هذه مؤامرة ضد البلد بالاساس، وهذه المؤامرة هي جزء من سلسلة مؤامرات عديدة ومتعددة ما زالت موجودة. انا النهاردة ما عدتش افتعل ازمة، انت كان المفروض انا كنت بتمنى من مجلس الصحافه بقامته الرفيعه انه يستقيل. انتوا قاعدين ليه؟ استقيل يا اخي. انا متذكر يوم ما احمد فهمي خد بعض القرارات بتعيين عدد من الناس رؤساء مجلس الادارات، انا والاستاذ صلاح منتصر كنا من اول الناس يقدموا، كنت رئيس لجنه الصحافه والصحفيين بالمجلس الصحافه، قدمت استقاله على طول لانه ده الواجب. انت لما يكون عندك موقف وانت راجل بتقول انا بدافع عن كذا وبدافع عن كذا، خد موقف، هذا الموقف سيكتبه لك التاريخ، انما قاعد على صدورنا وعلى انفاسنا وقاعد تقول اياك البرلمان يطلع وانا هستجير بالسيد الرئيس وهبعت جواب للسيد الرئيس، واظن النهارده بعته وبيقولوا له يا سياده الرئيس اذا جالك المشروع ده عطله وما توقفش معاه. طب الرئيس طب المؤسسات مختلفة أنا دلوقتي نوع. ليش علاقة بالمجلس ولا ليه علاقة بالمؤسسات اللي فيها تقريبا دلوقتي شبه فراغ، لأن كل الناس اللي قاعدة بلا قانون أو حتى القرارات اللي طالعة ليه ملهاش سند قانوني. يعني أي حد النهاردة هيطعن قدام مجلس الدولة على أي قرار يطعه رئيس مجلس الإدارة أو رئيس تحرير هيكسب القضية. احنا مش هديهم فرصة يطعنوا، احنا مجلس النواب ده عندما يشرع هو لا يشرع كده اعتباطاً. نعم. أنت بتشرع نتيجة وضع غير قانوني، نتيجة مشكلة معينة أنت بتصدى ليها بالقانون. نعم. فالنهاردة المجلس لا يملك. هل أنا هألحق رؤساء التحرير في ظل هذه المشاكل برؤساء مجلس الإدارة وخليهم تسير أعمال؟ مش ممكن. أنا عايز أقول لك استاذ أحمد، الصحف القومية خدت في العام الماضي
933 مليون، والسنة دي 850 مليون من أموال الموازنة العامة، آخرها من 3 أيام 120 مليون جنيه. وأنا بستغرب الحقيقة على رئيس الوزراء، أنت يا سيادة رئيس الوزراء ال 120 مليون جنيه دي مطلعها دلوقتي ليه؟ دعما لبعض رؤساء مجالس الإدارة الموجودين ولا إيه؟ عايزين نعرف المبالغ دي بتطلع إزاي؟ الرأي العام المصري لما يعرف إن في سنتين خدت الصحف القومية اللي عليها ديون حوالي 6 مليار جنيه مليار و500 مليون جنيه، طب ما بتكسبش دي؟ الصحف دي ما تكسبش؟ طب الشارع البرلمان ما يجيش ويحاسب ويقول المليار و500 مليون دي بتروح فين؟ طب مؤسساتكم خربت ليه؟ مع احترامي وتقديري لكل زملائنا، بتروح اجور وبتروح مرتبات وبتروح حوافز مؤسسات بهذا الحجم يا استاذ احمد، الاهرام بكل تاريخها وشركاتها 16 عمر الاهرام كان بتخسر، عمرها ما كانت بتخسر. لا طب بتخسر ليه دلوقتي؟ الاهرام كان فيها فايض فلوس، بتخسر ليه؟ وبيعرضوا زملائنا للاحراج ليه؟ والمليار و500 مليون دول مش اولى ناخدهم في الاسكان التعاوني ولا في كذا؟ يا راجل ده احنا قعدنا في الثقافه والاعلام بندبر بالمليم لاخواننا في الاوبرا او الهيئه العامه للكتاب او غيره او غيره او غيره. فمفروض الصحف القوميه تعتمد على نفسها بصراحه، ما هو الصحف الخاصة بتعتمد على نفسها. طبعا أنا حضرتك الكلام، لكني كزملائنا أنه حقوق أو دي مرتبات أنا معاها تماما بالظبط، ولكن ولكن أما أنا لهذه الصحف أن تنهض؟ نعم. هتفضل عالة على الدولة؟ نعم. مينفعش مينفعش هذا الكلام، إنك لازم تطور، أنت بتستفز جمهور كبير. نعم. أنت عليك حوالي 6 مليار جنيه تأمينات مش قادر تدفعها لغاية دلوقتي، طب ليه؟ يبقى إذن في خلل، يبقى إذن حقوق زملائنا بيعصب بها، ومش هيقعد زملائنا على الإعانات. افترض الدولة يا أستاذ أحمد جات بكرة قالت ما فيش فلوس، طب انت حضرتك شوف بتقول لي خدوا مليار ومش عارفوا كام، مليار و500 مليون مليار و500 مليون تمام، أما جيت تعمل قانون